السينما لقطة. تمام. ما كان يقصد الترجمة، ما جت صدفة، فهمت؟ لأنه سينما يعني ما كان متوقع الشغلة، يعني ما رجع وعاد وصور. قلت له شكلك تغلط. ايش؟ يعني زي اللي انك جايب طاري فلبين وكذا. قال والله العظيم انها صدفة. مسكتها عليه مسكين. طبعا نشرت. اسمع تحت بس. طبعا تقدمت وبدا يصير اقوى واقوى 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 والعن. اي انزل يا الكلب يا ابن الكلب. رجال من فوق. ها دقيقة، هذا يقول ذاك اليوم بلوك بس يعني. حتى لا ضحك بس. دارك يا اخي. لا اسمع. ايه انت بتسوي قهوة؟ جيت بسوي قهوة. ايه وامس ما سويت انا. ما شربت في الليل. الجمعة تقهوة، الجمعة تقهوة العصرية اخر ناس تقريبا. ايوه دق علي واحد من العيال، رحت طلعت قهوة انا برا. حلو. المهم كنت الحين بسوي قهوة ولقيت وانا اسوي استخلص، انا قعدت استخلص اروح اعبي الحليب وكذا على بال ما يخلص. اخذت الحليب ولقى الحليب جامد متجمد. مش ايه ليه شو جمد؟ الثلاجة باردة مرة. الثلاجة باردة هو يوم ثاني يوم. سويت الخطة الاسطورية الرهيبة الجميلة. وش غليته؟ لا موية خلاص الاسبريسو، حطيت عليه قطعة ثلج. متقاوم متقاوي. لا كفو والله. خطة رهيبة ترى، لا تفوتك. فخل ثلج عندك يوم ثلج. يوم من اللي والله عندي حاطة اوقات الزنقات خلاص دام فيه. اي بس اذا ما لقيت ثلج، اذا ما لقيت حليب ولا خلص ولا خربان ولا ذا، اربع قطع ثلج. فكرت بالغوالي. الله يحرقكم بغاز، ربنا يحرقكم بغاز. لاني محروق ما اقدر اشرب شيء، ما اقدر اهيل. امس التيفو كان في صورة نيمار. ايوه الو الو. وزعلوا الجمهور كانت مايلة. شلون امس المباراة اصلا؟ ها امس المباراة ولا ايش؟ لا تيفو تسرب. اوكي. ما ودي ارسله، اكيد شافتها. ما ودي ارسل ليوسف عشان ما احرق عليك. ايه تسرب. طيب هي اصلا ما بتشوفها كذا ولا كذا في كل الحالات؟ الا بتشوفها هي. شلون تشوفها وهي هي اللي بتكون تسوي؟
ولا مكانها الجهة الثانية يعني؟ مكانها جنب المنصة. يعني بتشوف التيفو. ايه شفت المنصة؟ ايه انا اعرف المنصة. إيه اذا صارت بوجهك المنصة مكانها يمين. فمكانها مرة رهيب هي. زين؟ يمكن ما يشاركون بعد يعني هم بالتيفو. بس مكانها اسطوري رهيب. قريب من المنصة، قريب من التنظيم الزين. حلو. تشوف الفعاليات، تشوف التيفو كويس، يصير واضح عندها ان شاء الله. عاد تقدر تدخل مكانها لانه فوضى دائما تصير في. لا تقدر خلاص معك. انا عارف تقدر تدخل، لكن انا اقصد دائما يعني التنظيمات اللي في استاد الملك فهد كلها تبوء بالفشل. تدري كم الطلب على التذاكر؟ كم وصل الطلب؟ اعلن اليوم انه كم وصل الطلب على التذاكر. كم صار الطلب على التذاكر؟ 3 مليون. اوه، شكل حتى من غير الهلال رايحين. ايه، هلاليين وغير هلاليين و... و... وبرازيليين ومحبين نيمار والله صفقة جيدة دي. صفقة جيدة وارقامها جيدة جدا جدا جدا. دعاية دعاية هي اكثر من انت زي كريستيانو زي بنزيما. هي صح انها ما غطت ولا ربع عقدة، لكن دعاية فعلا، دعاية سياحة يا رجل. سياحة امس شايف مقطع في اليوتيوب، سياحة امس شايف مقطع في اليوتيوب معليش يعني حقت شو اسمه الاتفاق. اتفاق شفت ذولاك؟ في واحد في لاعب جاي الاتفاق ما ادري مين. وش فيه؟ معجبين من دولة ثانية، فهمت؟ شوف الاتفاق، اشرح لك الاتفاق وش سالفته. الاتفاق سووا دراما من اولد هولدين. شلون؟ الدوري الانجليزي يدعم ال ايه اوكي، يدعم المخانيق. حلو. ايه الدوري الانجليزي. ايه صح سبق. صار في ضغط على اللعيبة يعني. إيه لا ولعيبة ايه خلاص يعني اوكي. سياسة مو اكثر من انها كورة. ايه صحيح. فصاروا يسحبون يعني خلاص اللعيبة، احنا بنلعب كورة وش تبون؟ خلاص اوكي نلبس كابتنية المخانيث خلاص يلا. كثير تو ماتش الطلبات. ايه هم ترفعون العلم يا مايح. يا ترفع العالم يا من الرابع. ايه يعني يا ترفع العالم وتسمع كلامنا يا يعني بنزق عليك زق. فهمت؟ يا زين. فما احنا ما لنا دخل تبون كذا يلا تسليك، واصلا يعني ما تفرق معه مسيحي بين كل. فعلا. ف فيها اللي هو اسطوره ليفربول واسطوره الانجليز جيرارد. اوه تمام، معروف جيرارد صح؟ أذكر ما يحتاج. حلو. صار مدرب. ودرب الدوري الاسكتلندي. حلو. درب الدوري الانجليزي. بعدين صار بدون النادي. جابوا الاتفاق. بدون النادي لانه ما يبغى يصير خنيث. لا بدون ما يدرب. استقال وصار ما يدرب يعني عشانه نتائجه مو كويسة او شيء زي كذا، مع انه كويس هو يوم كان بالاسكتلندي جاب الدوري، جاب حلو؟ جاب الدوري بعد 30 سنة مشروع كويس. حلو. مدرب كويس يعني حليل منطقي يعني، بس مو ولا فرقة كبيرة. مو اسطوري. مو اسطوري. ولا لاعبين كبار. معليش اسف، ذبحني ذبحة سيئة. يوم جاب المدرب هذا اعلنوا عنه مدري وشو، قاعد يصحون الانجليز وانه اسطورتنا وجا راح اخرتها ومدري وشو، قاعد يصحون الانجليز. حلو. حلو. يوم جاء وقعوا مع مدري وشو اعلنوا، وبعدها فترة اعلنوا عن هندرسون. هذا كان كابتن فريق ليفربول، كان يلبس الكابتنية حقتها المخانيث ويدعمهم ومدري وشو وذا. حلو. حلو. مو رغبة منه طبعا،
غصبا عني لانه بلا ولا بنطردك من التيم ولا في فلوس ومشي. بس مو بس من التيم بيصير علي ضغط ضد ضغط ما له داعي زياده على اللزوم. غير الضغط اللي ما له داعي بصير بدون مال. ايه وقفلون حساباتهم طبعا، في نواب كانوا معارضين على موضوع الخنيف وقفل حساباتهم وحسابات عيالهم ورفضت البنوك الثانيه تستقبلهم. ايه فالموضوع يعني صار شخصي. ايه فصار هو بالنسبه له يعني ما تفرق يعني. اللي يبغى يلقم انتوا كويسين انتوا كويسين خلاص. تبغى تلقمه؟ ايه اوكي حلو. وقعوا معه سووا الاعلان الاتفاق وسووا الحركه حقتهم حقت الكابتنيه اللي هي اسود وابيض. اذكرها يوم ارسلها. ايه ماتوا من الجهر. ماتوا من الجهر اللي هم جمهور الليفر. جمهور لا جمهور مو بالليفر. الشوارب لا ايه ايه طيب جمهور الليفر. ايه والحين فايز مبارتي. الحين فايز مبارتي. ايه الانجليز مو انجليز مو بس انجليز. هم يعتبرونه بالنسبة لهم انه داعم لنا وفيموس وكذا. اوكي وينك يا راعي ال ايه وانت الحين رحت لم دولة ما تدعم. قبحهم الله يا على ذولي. اقسم بالله انهم ازق يعني لو افايت من افايت وذولي لا صعبين يلعن امهم. خلص تعال انت. مر اذا انت رجال من الحركة. يلا شوف يا اخي السيف يشطف ابن الكلب من امك. ايه معليش كمل. رجعوا عدلوا التيفو يوم شبوا عليهم الجمهور. شلون عرفوا انه مايل؟ يعني في تجربة ولا ايش؟ في تسريب صورة من بعيد من المنصة. واحد من كانت كذا قريب من المنصة صور ومن المجهزين وكذا ورسل خوية انتشرت. فشوفوا انه العيون واحدة من العيون نازلة شوي. طيب وذا الحينة ايش يسووا في السالفة هذه؟ جو عدلوه حلو انه كان فيه زي البروفا يعني والتفاعل وفي بروفات بعد من برا وسو جربوا. يوسف مكان اسطوري تقول بالعكس انت افضل مكان صح. انت مشاركه اخي ترى سبحان الله انا ترى يعني ما ادري طبعي كذا انا ما احب الهيصه الزياده احب استانس واستمتع. ايه بس هذه والله صدق والله تاريخي يعني. لا مو قصدي ما تروح بكيف اللي يبغى يروح يروح لكن انا اقصد يعني حتى لو بروح مكان ابي اتابع وكذا احب اكون يعني استمتع يعني اكثر من انه اركض ونط وصيح و ايه طيب بس انت تصير جزء من المتعة بعد ترى شيء رهيب. يعني هي مكانها بتستمتع هي افضل يعني هي زيك. هي بالمكان حقها زيك. يعني هي مكانها تشوف كل شيء. يعني اللي شفت اللي بيرفعون التيفو نيمار بيصير
اعطيهم ظهره ايه لانه بالمنصه هم اللي بالمنصه دايم هم اللي الاساس. اي واحد ما يدخل يدخل اكيد بيعطي وجه اللي طافين الديفو، بس ان الاساس الاساس اللي في المنصه حلو، فهي بزاويه المنصه تقدر تشوفه، وكانه يعني تشوفه مره واضح تشوف تكتيك. لا وقريب على كلامها انه مكانها قريب في ال 16 ما ادري والله قريب فوق ولا تحت. لا صورت لي شكل التذكره، ما ادري شكل الملعب في التذكره حاجه زي كذا، وسكرين شوت ارسلتها انه تحت كذا اتوقع اذا تحت اليسار. ممتاز اذا تحت ممتاز، بتشوف التيفو قدامها، تشوف نيمار قدامها، تشوف المباراه، تشوف ال ماذي الجمهور رابطة الالتراس، بس احسن لك ما زحمة باب درب داوة كل الناس صراحة. شوف ناس او مرئي جايين من اماكن ثانية ما قد شافوا شيء. والله انا يعني ما حبيت اكدر خاطرها امس، لكن الله يعينها يعني على كمية ال... لا مكانها لك بالعكس، مكانها قريب من التنظيم. هي ما تبي ما قصة تبي ولا ما تبي، بس انا امك انا لو بحضر انا اقصد ال يا احد من اهلي روح حق العوائل، ما في حق عوائل المشكلة الا في سالفة امس تقول ما الا في مباريات العادية، خل هنا ما تبي تنظمها. اذا ايش معلش عيد المباريات العادية فيه ايه؟ لا بس الحين يعني ما في ايه مستحيل تنظمها، صعب عليك تنظمها. شعلك الغالي شيك تم نطلع تلنا انت الله يسهلك. شو القصة ولا بسيطة القصة؟ ها قصة مين؟ اللعبة ما الى الان مو مبي الى الان يعني، بس انا ما اصدق يعني ما فتحت يوتيوب اشوف وكذا، ما حاليا ما اعرف ايش صار صدق يعني، ما اكتب عليك واقول لك كلام وسخ قليل ادب. جريس ف الحقيقة غريبة وما في على الدنيا شيء غريب، فهمتني ولا ما؟ ولا ما في شيء غريب؟ لا اللي قلتها. فاقول لك شو اسمه، اللعبة حلوة. اسمع 90% من الاشياء اللي هنا تمام موجودة في إلدن، لكن إلدن طورتها يعني أشياء كثير غثيثة موجودة فيها. هذا كلامي أنا إلدن. الإلدن إيش؟ نسخة محسنة من إلدن. جدا مو نسخة محسنة، نسخة ال على قولتهم الفاين كات. الفاين كات ديفيدوف قبل زمان يعني ايام ال ايام كانت دخان صدقي يعني، جابوا او كانوا يجيبون نوع من انواع الدخان تلقى كذا مكتوب عليه بالطرف على اليمين كذا فاين كات، زي يعني في الشاهي قطفة اولى. فجدا جدا مطور ومحسن والاشياء يعني. شوف مثلا هذا، تشوف هذا الامبر هذا انت ما ادري تتابع البث ولا لا، بس شوف هذه. لا تتابع البث بس انت قاعد تسحب ال... ايه اصبر شوي شوف ال... انا وقفت الحين. ها في تحت على اليسار من ضمن الاشياء اللي استخدمها مكتوب امبر 9. ايه هذا وش الامبر هذا طال عمرك شو يسوي؟ هذا تخبر اللي في
اللي نكسرها هذيك الذهبية اللي تزود دم وتزود ستامينا هذه. ونفس نفس فكرتها، تجلس معك لين تجلس معك لين تجلس معك لين شو اسمه لين تموت. شوف الحين مثلا باخذ واحدة ينزل له ذا ولا ايش يسوي بالضبط يعني. يا رب انا بس ابغى اخذ دراهمي بس عشان اذا ذبحتني ما اصير صفر. هاي العن امك اللي بتذبحني قبل ما اخذ دراهمي. حلو شلون هذا يبغى له يوتيوب على فكرة، ترى سالفة اليوتيوب وكذا موجودة بعد؟ ايه ادخل والقى ذاك الحجاز ابو حج جوزه بعد موجود؟ ايه سوالها سوالها سبيد رن كيف كيف تلعب اقوى شو اسمه؟ ايه ازر اقوى بداية المدري وشو دقيقة خلني لا ركض ايه يسموها سبيد رن اني مو اختم بسرعة اني امشي بسرعة عشان تشوف كيف تلعب اعلمك السلاح الزين من وين تاخذ بسرعة يعني تختصر على نفسك. دقيقة خلني اشوف هو هنا والله استفدت منه كثير يعني الله يسعده. وين هو؟ هو هذا المقطع بس انه مو بهذا الجزء. لا هذا مو هذا إلدن ده صح؟ لا والله دارك سولز ده يشبه الملكت. معلش نرجع شوي بس لأنه يا أخي شو اسمه هو؟ هذه قناته يا أخي رهيب الولد. وكبير وجهه بزر كنا دي داني الشافعي مدري راني الشافعي شوف إلدن كيف منزل مقاطع لها بالهبل واحد جوزة شوف لعب دي وولونج جديدة المقاطع دي قبل 4 شهور ظهر انه يلعب قبل لا تنزل اللعبة. وين بسم الله وين مقاطع كنت دارك سولز الاول وينه افضل بدايه في دارك سولز مبتدئين تفصيل من الجزء الرابع اسلوب الجزء الاول الجزء الاول لانه وقف في الجزء الاول عند المكان اللي انا فيه فينك يا هستري هذا هو. طبعا في انفيد عي يطلع لي شوف هو يطلع له بس انا ما يطلع لي ما ادري ليه احس الموضوع عناد اكثر. طبعا هو اختار شخصيه ثانيه اللي هي الاساسن انا اخترت شخصيه ثانيه كله راح هو راح مكان ثاني الى الحداد رجع يطور. اوه راح ثلج خير ان شاء الله ما اتفقنا. طيب انا يوم جيت انا ما كان في احد جنب ذي. اوه لازم تذبح الانفيد يمكن
سلاحنا البلس 7 وتفتح الفايت حق ايش اسمها ماريا. يلا والله شكله لازم الانفيد. طيب ما طلع لي الانفيد ماني كويس في الطريق بس يعني يلعن ام خليكم فليكسبل معايا يلعن ام ايش ننسى الطريق انا هنا هذه ما ودك تركب مع الطياره بس هو طبعا على طول تبدا من ثنتين هنا ثنتين بنات الثلج حتروح من اليسار ما حتروح من اليمين بزر يلعن شكلك وسخه ايه اخ متعبة بس المفروض تنزل من عند الناموس لذيذ شوف القذارة قذارة لا والله قذارة هذه غلطة اميتر ما افتكر هذا لازم اخذه ولا لا الا لازم تاخذه هذا شكله ضروري تاخذه الايتم اللي فوقه هذا مو ضروري يو جبت العيد بس اللي فوق ضروري تاخذه الايتم اللي فوق وهذه البومبات ما يحتاج وي 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 الشجر ما يرحم لو مشيتوا بسرعة كفاية الكلاب حتى ما حيلحقوكم يعني امو هنا البونفاير قريب حتى لو يلحقوكم يعني بس اجروا اهم شيء خلوا وزنك ارسل ضيق خلنا نشوف معك انا وزني 33% اساسك اقسم بالله ضروري تفكوها طبعا بزر هذا والله لا انزل من الطيارة واعقب الارض وادخل في سجن يا ساتر نشوف شوف شيد امدحهم فقد اعصابه خلنا نشوف اسباب الدواعي كامل يو ليش حاطة علك ذي ايه اللي قدام مغطي على اللي وراء بشعرها حلو ايه شوف ايش سوت ليه ليه النجاسة كلاب كلهم كلاب بس اللي وراء بنت كلبين تري ذي لازم تقص شعرها و طب ليش ما تقول لها وخري شعرك؟ ليش اقول لها؟ يعني يمكن ما تدري هي على بالها ان شعرها مو مغطي على شيء بقذرة يو يو حقت حقت يا ودي مو بلازم اشربها يا ساتر يا ساتر تدري ما اتوقع لو كنت في الطيارة انا ما بتحمل اني اشوف زي اشوف واسكت بنبه وبقى هاي شوف ايش قاعد تسوي ذي الله ولا دخل نفسي بس اذا صارت لي هذه ممكن هذه بدخل فيها ليش انت شعرك يكون كذا بشكل ذا بجلدك بحلك انا في الطيارة شو لو كنت السحلية اللي ليش شعرك طويل بالشكل ذا لا ليش تحطين على ورا ده حطي طيب يعني على المرتبة حقتك مو على الشاشة اللي وراك استعدوا لإير تحطها يعني مصر على الموضوع لا هي متعمدة اللي قدامي يعني يمكن انها متعمدة مستحيل لانها هي لا هي مو كل شيء تعدل شعرها فهمت اي بس كل شوية تحطها كانوا يرجعوا اول مرة اي ما هي ما تدري انا اعتقد يعني في قرارة نفسي انها ما تدري ان شعرها ورا المرتبة خلاص تقولوا لي هذا الا اذا قلبت عناد والله تستاهل طنشوا ابوه اجروا عليه اول ما يجي يضرب رول انتو هذا تاخذوه لا ما تاخذوه لا تاخذوه ها يعطيه تشانس يلحقكم لو ضربني انا غلطان ايوه كويس هذا الايتم اعتقد ما يحتاج ناخده بس انا طماع لوت فحاخده وينبر يعني في النهايه لو برضو خايفين على نفسكم تموتوا نصيحه فكوا البونفاير هذا في ناس كثير ينسوا البونفاير هذا طيب يا صديقي انا ما ودي بس ان الهواء ضدي قليل ترى عشان تقدر تعمل رول وتضرب والسلاح ذا دائما انصحكم بيها كم دحين احنا السيف فايل حقنا يعني شوفوا في 51 دقيقة بس شورت كات هنا عشان لو مت مع الاخ فالهايم فكوا
بس انتبه هذوك لو كانوا واقفين لك على الباب لا تفكه حقه، لازم يكون مره بيرفكت يعني عشان تقدر تعمل دوج كويس. خلاص الحين خليه هو يجي بس وانا اتفاهم معه. الخطوه الجايه والله لازم لازم اذبح الانفيد بس ما طلع لي ولا ادري ايش اسوي. وراح مكان ثلجي كذا. طيب انا بتهور وي وانزل عليه ولا اخذ دراهمي راح اطور نفسي شوي وارجع. دراهم شوف المهلب شوفه شي شوف وجهه عربي صدق ما في دروع الطاري الا هذا. شوف ما تشوف ظهري اللبس الا والله مهلب. انا اشوف هذا السلاسل. طيب كيف تفايت انسان مرة بيئته؟ نزلت له خلاص راحت له الفلوس خلاص تصير ما يفارق معك تنزل عليه. طريقي غلط ترى في نفس ذيك البيبان المخفيه وما اعرف ايش. يلعن امه ايش ذا يقدر يوصل. يا ابن الكلب والله في طريق يعني فاتوقع انه ما بنفايت ذا ما له فايت هو. مو برئيسي فاصل عليك.
ريبة ليش ما تنزل انت؟ ايش كذا فجاه صرتي قويه مره نمك يلعن امك زين البيج بصايد جزله العرض ظلام يا سيد ولا ايش هي هذه؟ ظلام وين؟ اللعبة اللعبة؟ كذا ظلام وين يا دحون؟ اللعب في اللعبة لا لا هذه ليش الحين ما تتعب ما قد سوت كذا ابدا يعني هذه اول وحده تسوي كذا ما اقدر اجريها وهي تضرب باستمرار
لعن ام الضربه جت في الجدار. ليه تموت من الدرج؟ لا خرب. اتك كويس. ك كحتك ملقلقة. إيش إيش ملق؟ آن. والله هذه الزوجة المريضة خبيها في الدولاب. لا وش مسوي؟ لعنت أمك. زبد السفن قويات بارم تطوير. الله يلعن امك بالله يا دحمت في الحظ. بالله ايش في البث؟ شوف جي يلعن امه شغله. يعني بالله يعني تفضل. انجلط. يا اخي العنم الفاضي.
معلق الريموتات. اخي مي بصاحي والله مي بصاحي بس فاني يعني. والله الدوري الامريكي فضيحه كان شيء مو طبيعي. ليش فضيحه؟ سيء جدا يعني. هم اصلا ما يحبوا الكوره اصلا ما يعني. لا اي بس مو كذا عاد. شوف الفاول بالله لا فهم حتى هم يتكلمون بس بشوط الفاول. يعني حتى لو تنفيل شوف له لسان بعد يشوت. بعد قام شو قام ويشوت. شفت شلون يلعب شكله يا عبيط اللي سوى اللعبة ذي. اقسم بالله مخه مرة مرة مريم. عبيط شو سالفة؟ في احد نط وراي شيك. انت شو تسوي؟ انت ليش تسوي كذا؟ سلاح اسطوري اللي معه هذا. بس مشكلة تمرض من ذا الجريس دي بعيدة. وين الطريق؟ كان هنا في طريق الحالة. ايه
يا اخي مو معقول يلعن امك. لا خلاص لازم تتفلى على اليوم. قهرك؟ ما احس اني ما في هدف. بالا شوي يوتيوب شوي.